اليوم حنا امام المنزل ديال المفكر الدولي صراع الحضارات. اليوم ولينا كنشوفوا صراع البلطجه، ها هو البيت ديالو اللي فيه الارمله ديالو كتعيش. هذا الحي هذا كيجيو بلطجه وتعمروه بالازبال، وهذه الازبال هذه ديال البناء العشوائي، وهذا الشيء مفتعل لانه فينا هي. اليوم حنا في جماعه ديال اوفا يا حصره، وشوف هذه البلطجه، هاد الاعمال البلطجيه اللي كيديروا هاد الناس هادو، ودايرين الخناق على المنزل ديال الارمله ديال الاستاذ المرحوم وعليه. ففينا هي اليوم حنا في حال الطوارئ، فمن المسؤول اليوم؟ منين مشى هاد العامل هذا حيدوه؟ اليوم ولاو البلطجه ديال اونفا اللي كان مكلف. اليوم حنا كنشوفوا هاد الاعمال التخريبيه ديال المنزل والاعتداء الشنيع بالازبال، وهاد الازبال هذه بغينا نعرفوا لوريجين ديالها لانها بناء عشوائي. وفي اونفا كيجيو لي تريبورتور وكيبقاو يرميو النهار كله، ولهذا حنا كنطالبوا بفتح التحقيق وتحمل المسؤوليه، وشكون هاد الايادي الخفيه اللي حنا كنحاربوا مافيا العقار، وباغيين نعرفوا شكون وراء الاعتداء على الارمله ديال الاستاذ، وما هو الهدف؟ واش باش يحيدوا لها الملك ديالها؟ واش باش يكرهوها في البلاد؟ حنا باغيين نعرفوا. الساكنه هي كلها كتستنكر هاد الافعال هذه اللي كيقوموا بها، كتستنكر عيات لغايه في نفس يعقوب، لان هاد الحي هذا عارف عيسى مافيا العقار اللي اخترقته، وهناك اعتقالات هاد الحي هذا، ومازال الايادي الخفيه ديالها كتشتغل عبر يعني اكراه الساكنه، وخصوصا استهداف الارمله ديال هادشي ما نسمحوش به. تحياتي اخوتي. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا، وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.